عبد الولي الأركاني أيضا نفس طويل، وأريد تعقيبك بعدها على هذه التلاوة. الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله شيخ معتصم أشهد أن لا إله إلا الله. كم طول التلاوة؟ ما شاء الله تجاوز دقيقة وربع. يعني اللي عنده هكذا نفس الشيخ أنا أقول حطم الرقم القياسي هذا. حطم الرقم القياسي غريب خاصة في الترتيب صراحة.